سمعتكش مكرم اللكام. والله يا صاحبي ما نلومكش انت، انت ما عندك حتى لوم. اما اليوم اني بصفتي قريب للجمعيه وقريب للفرع هذا، اليوم انت اللي صور، حتى مش احنا صورنا، خذيناها من من اذاعه صفاق التلفزه الوطنيه، صوروا اللي يحبوا عليهم هما. اليوم عندي فيديوهات موريهم تو في وسط الفسيار الغاز. اليوم فريق رابح 23-20 والسيرفيس عنده، اش قام عليه يدخل في السير باش يضرب بالغاز. اليوم رينا عداو اعتداءات النجم الساحلي فقط، ما عداوش الاعتداء الاخر. واش انت يا صاحبي ديما نقول لك نزهك انت، الصور اللي جاتك يعني ثم معناها طريقة ممنهجة في شيطنة الفريق هذا اللي هو فريق نجم الساحلي كرة الطائرة. اليوم نوريكم التصاور انا وبعثتهم لك يا صاحبي، كيفاش لاعبين نجم مضروبين بريوسهم مدموغين في ايديهم، جوارات بالغاز في السير دايخة، وينهم هذوما؟ يعديوا كوش اللي يحبوا يعديوا عليه هما، ويسوقوا كوش اللي يحبوا يسوقوه هما. اليوم مراقب المقابلة شي يقول؟ وبعد ما خرجوا هذوما قالوا فريق النجم الساحلي انسحب، لكن عدالة السماء. المراقب المقابلة شي يقول؟ يقول الحكم اوقف المباراة، ثم شو يقول؟ مكرم بربي باش نقاطعك ونخليك توصل بعد. خل نكمل فكرتي وبعد كمل لي الجملة. الأمن وسلامة الجسدية لكل أطراف أصبحت غير مضمونة، وبعد شو يقول؟ الحكم ومراقب مباراة طلبوا إخلاء القاعة من الجماهير إلا أن الأمن رفضها. اليوم لأول مرة وسابقة خطيرة برشا في تونس، لاعبين يضربوا بالغاز في وسط الفستير. ما نتصورش اني اللي صاله فارغه والمشاكل موجوده. رينا الفلوس، عندي صور بعثتهم يا صاحبي شياشه مضربوا بهم. مش نقاطعك يا مكرم ونعطيك تواصل. كي تقول لي بعث لك صور وكاني انا انحزت لطرف على كمل كلامي مكرم بعد اذنك كمل كلامي. وكاني انا انحزت طرف، انا ما يهمنيش وما نحبش نعرفهم شكون اللي لعبوا الزوز، لانهم الزوز اللي لعبوا ما يشرفوش الرياضه في تونس. هنكمل كلامي. كي تقول بعثت صور، بعثتهم للمونتور مش لي انا، والمونتور وقت وراني انا صور، توجع ما نجمش نوريها لوليدات صغار باش يتفرجوا. ما نوريها ما نجمش سامحني كمل كلامي وخليك مكرم عايش خويا. ما نجمش ندخل العائلات صور فيها دمومات وفيها برشا حاجات توجع. نحترم العائلات تفرج فينا ونحترم اخلاقيات المهنه، هذاك علاش فما حاجات. لكن اللي يهمني يا مكرم وخليك واضح صاحبي، يعني انا ادعوك بكل لطف يا مكرم، من حق تقول اللي تحب. لا نزهتك والكلمه حره يا مكرم، كلم كلامي وترجع عايش خويا الغالي. انت عندك حق تقول اللي تحب، اما اللي يهمنا يا مكرم اللقام اليوم نحو الكاسكيت نتاع الجهه نتاع جمعيتي ونتاع جمعيه فلان. اليوم اللي صار الصفاقسيه اخطاوا، والاطوان اخطاوا، والمسؤولين الزوز اخطاوا، وكلهم انا نحطهم سامحني فرد ساك، ونقول الناس هذوما على اللي عملوه وعلى الصور اللي شفناها توا ما يشرفوش الرياضه في تونس. وتفضل انا خل نحط المشكل في اطاره ثم نجيك انا ايش تم شو ما ثماش. تفضل. اليوم الحجر ريناه في الفسير، الحجر ريناه بلكيات كذا، بطبيعه الحال انت مش ملايكه راهم لاعبين النجم الساحلي، لكن كرد فعل ضربتني نضربك، وهذا عقليه اللاعب التونسي. اليوم ما قلتلكش الاطوال راهم ملايكه وبغرلنا في ما برقوش العنف مكتب. لا انا ضد العنف، وانا حتى كي صارت مشاكل مقابل الترجي انا نددت بالتصرفات هذه، ما نحبش العنف. لكن اليوم ثم اطراف، مانيش نحن يا صاحبي، ثم اطراف معينه تحب تسوق حاجه معينه. اليوم مراقب المباراه يقول لك ما عادش مضمون لا سلامه الامنيين ولا سلامه اللاعبين ولا الحكام. اليوم الجماهير رفضت مش تغادر القاعه واوقفت المباراه. اما يا صاحبي خلينا نرجعوا لاصل الداء. اليوم رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد لكره الطايره دخل معايا في جوهر فهم، واش قال؟ قال اخويا موجود مش طبق القانون. اليوم عندك صور هذوما وعندك صور اخرين، طبق القانون. ماك تحب تنهض كره الطايره، طبق القانون، ورينا الحياد بتاعك اللي قلت، انت اني محايد، واللي انت في المقابله تاع الترجي واللي ضد العنف. حكمتوا لتوال تلعب 60 كيلومتر خارجه على ميدانها، وعاقبتوا لاعبين بدون تقرير تاع الحكم وبدون تقرير المراقب. ارض مخك، اليوم قدامك صور، واليوم قدامك اعتداءات، واليوم قدامك شهادات طبيه للاعبين مضرورين. واحد خي
صفاقس شنو هو صفاقس هي؟ صفاقس راهي منا ونحنا، معناها بلاد واحدة نحنا، شنو هو سوسة شنو هو صفاقس؟ وشنو هو اللاعب هذايا والآخر يتلاقوا في كيفاش يكونوا يتعاملوا مع بعضهم؟ وفين المصلحة الوطنية؟ وين المنتخب تحبوه تطلعوه كي تتعاركوا ما بيناتكم هكا؟ اليوم الكورة سي صاحبي باش نختم، الكورة في دين رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة لتطبيق القانون. المباراة توقفت ووقفها الحكم خاطر ما عادش ينجم يمشي أكثر من هيك. وزير الشباب والرياضة اليوم يلزم طريق استراتيجي لمقاومة العنف ولتحقيق العدالة في الميادين والقاعات. اليوم الرياضة بتاعنا نحسين أرواحنا، لعبات الكل مستهدف، أنا أقول لك أنا مستهدف، تجي لتونس يقول لك مستهدف، تمشي لكريب يقول لك مستهدف، تمشي لسوسة يقول لك مستهدف، علاش؟ خاطر الثقة انعدمت بين المسؤولين اللي يسيروا في الكرة، بين مالي الكرة ما عادش، مالي الرياضة ولا وبين الجماهير والجمعيات. اليوم كي نفقدوا الثقة ما بيناتنا يصير هكا وأكثر من هيك. أنا صاحبي ودين العنف بجميعه من النجم الساحلي ومن الصفاقس، لكن ماهوش معقول اللي صار لأبناء النجم الساحلي في صفاقس. اليوم مش هكا نكرموا الضيف في رمضان في شهر الدين يضربوا ويمشيوا للسبيطارات الناس الكل. واضح مكرم لقيم، وديما نعذرك ديما عندك الانتماء، لكن يا مكرم وش نقول لك حاجه، اقسم بالله العلي العظيم وفشهر الفضيل هذا، انا لو كان كنت صاحب قرار اقسم بالله اللي موجودين فوق التيران عاد واحد منهم يلعب لعبه اسمها كره طايره.